بسم الله الرحمن الرحيم. ينتصر المهدي في الملحمة على تحالف 80 دولة ويفتح القسطنطينية، ثم يدخل القدس للمرة الثانية. هذه المرة يدخل فاتحا بجيش يجوس خلال الديار ويدمر كل حصون اليهود. دخلها قبل الملحمة صلح، لكن بعد الملحمة يدخلها فتحا. لكن قبل أن يخرج اليهود من كل فلسطين يعاجله الدجال من إيران، من منطقة اليهودية في منطقة اسمها أصفهان، سماها الرسول صلى الله عليه وسلم أصفهان. من هناك يخرج الدجال ومعه اليهود الذين يلبسون القميص. إيران در واقع وطن فرهنگی یهودی ها هستش. خیلی جالبه که آثاری که ما در ایران داریم از فرهنگ و تمدن یهودی حتی از آثاری که در اسرائیل هم هستش بیشتره. یدعی فی البدایه انه نبی ثم یدعی الالوهیه معه جیش عرمرم من اليهود والمنافقین والخوارج، يستخدم التقنیه ويستخدم الشياطين والسحر في تلبيسه على الناس. يخرج من إيران إلى الكوفة في العراق، قد ينتقل منها إلى خلة بين الشام والعراق أو أنها هي الكوفة، ثم ييمم وجهه جهة المدينة المنورة. وهناك في المدينة المنورة هناك 7 طرق تؤدي إلى داخل المدينة. هذه 7 الطرق هل هي 7 أبواب المذكورة في الأحاديث؟ ربما، الله أعلم. يحاول أن يدخل مع هذه إحدى هذه الأبواب أو الطرق 7، لا تمكنه الملائكة، فينتقل إلى منطقة عند سبخة، عند ضريب، يعني جبل صغير ضريب الأحمر في منقطع السبخة في منطقة اسمها الجرف خارج حدود المدينة المنورة. من هناك يذهب إلى جبل أحد كما ترون في الصورة، من منطقة الجرف إلى جبل أحد، ومن هناك يشاهد المدينة المنورة. يرى المسجد، يقول: انظروا إلى قصر أحمد الأبيض، يقول ذلك حنقا وغضبا وحسدا من لدنه. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. يكتفي الدجال بمنادات المنافقين من بعيد، من جبل أحد، من هناك، ويوافق ذلك زلازل متكررة فتنة للمنافقين، فيخرج إليه المنافقون وضعاف الإيمان. ذاك اليوم سماه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخلاص، لأنه خلاص للمدينة من المنافقين. ينضم إليه منافق المدينة ويتجه بهم الدجال إلى بيت المقدس لبناء هيكله المزعوم ولتنصيبه ملكا على اليهود وللحديث تتمه.